نرسخ فيهم مبادئ ثورة 14 جانفي. هذه ثورة، ثورة الحرية وثورة الكرامة. نعرف برشا ونعرفوا اللي الأمل كان متعلق كبير برشا على الثورة، ونعرف فيكم خاصة الآباء والأمهات اللي متواجدين لنا، اللي هما نوعا ما فما فقدوا ذلك الأمل، ولكن احنا نوعدوكم اليوم كسلطة محلية ومعايا السيد رئيس النيابة بالخصوصية باش نكونوا مع بعضنا يد واحدة، الناس الكل على خاطر وليداتنا وعلى خاطر البلاد هذه اللي ضحوا على خاطرها جدودنا. وانتم ما تعرفوا البلاد هذه وتاريخها، تونس مش تبقى شامخة، تونس مش تبقى ضد الإرهاب مهما كان معتاه. بالوليدات هذوما اللي هما مش يكون فيهم الطبيب وشكون فيهم المهندس وشكون فيهم عون الأمن وشكون مش يكون فيهم في الجيش الوطني، اليوم يلزمنا نغرسوا مبادئ الوطنية من ولادنا مازالوا صغار. اليوم انتوما الآباء عندكم مسؤولية كبيرة، أبنائنا هذوما هما مستقبل البلاد. هذاك علاش عجبتنا برشا الصبغة، ونشكروا جمعية ياسمين لأنه الاحتفال حينما يكون في البعد هذا، بعد الطفولي العمار اللي قاعد نشوف فيها انا من 7 سنين و6 سنين و5 سنين حتى 15 سنة، هذوما وليداتنا اللي احنا مش نكونوا نمدوا لهم يد العون. الناس كل مع بعضنا تنجم تونس تكون خير. فيكم الكل متسكين بهي الاظهر المنصوره، حي الصحه وكل احياء دايرين بينا اليوم، استمتعوا بهذا العرض المباشر. حبيت نحيي برشا اطارات معتمديه سكره واطارات بلديه سكره وكافه الاعوان في المؤسسات هذه اللي سهروا وشكروا الوراء هذا انتم الكوبا اليوم موجودين فيه. وخلي الكلمه للسيد رئيس بلديه سكره. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر السيد محمد على حضوره ودعمه، نشكر المجتمع المدني وجمعية ياسمين وكل من ساهم في إنشاء هذه التظاهرة، وخاصة حضوركم أنتم اليوم. التظاهرة هذه والروح الاحتفالية بالثورة في إطار عائلي في إطار شعبي، هذا الحبوب يترسخ. نحن الاحتفالات لازم تكون احتفالات جماهيرية شعبية ملتصقة مع المواطن، وهذا نحبوا نعيشوا مع بعضنا. دونك تفضل السيد معتمد وقال كل كلام لازم يتقال، دونك مانيش باش نطول عليكم ونقول تحية تونس وتحية الثورة وكلنا مع بعضنا تحية تونس. تحية تونس، تحية الثورة، الثورة تقعد معنا إلى الأبد مع تونس، وبارك الله فيك. يعطيك الصحة. يا حماة الهبة، الأم والأم
لا 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 كل واحد يبوس صاحبه ويتعدى بشوية. هاي تعديوا هاي. أنا نصحني هاي هاي بوس صاحبه. سلموا ميدالية وسلموا على صديقكم المنصور. محمد إيش أسوي؟ ربنا يزعم. يا مدام يهديك هاي انتم يعطيكم الصح جا انت شنو هي باهي لا تغمي باهي لا تغمي هاي